صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا لإيلاف قريش، ما معنى لإيلاف؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أنهم قريش كانوا في الجاهلية لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنه دافي، ورحلة في الصيف إلى الشام لأنه بارد من أجل التجارة، وهذا من نعم الله عليهم ذكرهم الله بذلك، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه نعمة الله عليهم، فيجب عليهم أن يشكروا الله وأن يفردوا الله بالعبادة. نعم.